يقول: أرجو من فضيلتكم جزاكم الله خيرا إفتائي، هل المرأة النفساء تصلي بعد تمام الأربعين يوما أم قبل ذلك إذا رأت الطهر؟ وهل تتطهر بعد الأربعين ولو لم تطهر؟ نعم، إذا رأت المرأة الطهر في أثناء الأربعين فإنها تغتسل وتصوم وتؤدي العبادات، فإن عاد إليها الدم قبل الأربعين فإنها تجلس، وما صامته في فترة الطهر يكون صحيحا. أما إذا تمت أربعين ولم ينقطع الدم فإنه يجب عليها أن تغتسل عند تمام الأربعين وتصلي ولو كان عليها الدم، لأن أكثر مدة النفاس 40 يوما، إلا إذا وافق ذلك عادة الحيض فإنها تجلسه. أما إذا لم يوافق عادة الحيض فإنها تغتسل وتصوم وتصلي ولو كان عليها الدم. أحسن الله إليكم وجزاكم خير.